أنا متوضي. طمني يا أنسة، بوعدك أنت وطلابك إنه المدرسة رح تنبنى عن قريب. ما بتأسروا حضرة القائم مقام. شرفت بمعرفتك، يلا تفضلوا. تفضلوا سيدي. شرفوا سيدي، شرفوا. تفضلوا سيدي. بعي بعي بعي. تفضلوا سيدنا، تفضلوا. شرف من هون. أهلين فيكم. تفضل سيدي، تفضل. بس أنا بدي أتوضى. خد راحتك. طبعاً طبعاً، خدوا راحتكم، منفوت منتوضى. والله بس أنا متوضي، الحمد لله على طول ضل متوضي. اي والله، بس أنا لهلا ولا مرة شفتك عم تتوضى. دخيل عينه عبده بيضل بيمزح. شرفوا سيدي، شرفوا. طيب شرفوا. سهلا، شرفت. من هون أهلا وسهلا. أهلين فيك. نورت الضيعة. منورة فيكم. عن جد شكله مو متوضي بعمره. ايه بجوز يكون هيك. تفضل. يا اخواني الاعزاء، المسلمون بعد خد عليك، المسلمون كالجسد الواحد، عندما اي عضو من اعضاء جسدنا اصيب بألم او ما شبه ذلك، تهب جميع الأعضاء لنجدته ويقومون بما يجب ليزيلوا الألم، لأنهم لا يعتبرون أن هذا العضو لا لزوم له أو يجب بتره. ونحن بما أننا إخوة في الإسلام، فيجب أن نكون مثل الجسد الواحد، أي أن نكون إخوة بالأرض تماما مثل أجسادنا، ومتداخلين مع بعضنا مثل أعضائنا. ولكي نسعى إلى سلامتنا، يجب أن نستمع إلى من يريد مصلحتنا، لا أن نعارضهم ونقف بوجههم، بل يجب علينا أن نطيع أوامرهم ونتوافق مع بعضنا البعض. لذلك علينا أن نتعاون من أجل أن نقضي على الفقر ونقضي على الانقسامات في مجتمعنا، ونمد أيدينا إلى بعض، وهكذا ننجح. أما غير ذلك نكون قد أوصلناهم إلى أهدافهم. إن شاء الله ألف مبروك. سمعنا أنه حضرتكم ترفعتوا. إيه مزبوط. يسلموا. بصراحة عم نعاني من صعوبة تأمين عناصر، وحتى يقدر التنظيم يرجع مثل الأول لازم نعمل كام عملية. إذا بدكم نحن مننفذ أو أنتوا نفذوا نحن منتبنى، بس بدنا إياها تكون عملية يحكي فيها الإعلام بكل مجالاته، يعني عملية كبيرة كتير، وإذا ما كانت هيك ما منستفاد شي أبدا، ومنكون عملنا كل هالشي على الفاضي. مو مشكلة، هاي قصة سهلة. والله بصراحة أنا لقيت إنه هذا أحسن حل. يا سيدي إذا ساوينا ولا ما ساوينا عم يحكوا علينا، إيه يحكوا على شي مفيد أحسن. طول بالك، ما في داعي للتعصيب، نحن وراكن، يعني لا تاكل هم شي. بس يعني معقولة عمر آغا يلي صار له آغا أكتر من 40 سنة يخلي واحد تركي يعالج له ابنه؟ عن جد كتير استغربت. هالكلام معقول يعني؟ لا يا معلم، الدكتور مانو تركي، هو متلنا، وأصلا لو ما كان متلنا. لك ليش هيك عم تعصب بسرعة؟ طول بالك، عم امزح معك يا زلمة. لك شبك؟ لا بهالشغلة ما في مزح أبدا، ويكون بعلمك إذا طلع تركي بقتله بخفي نهائيا، وما بتفرق معي. قال جاي لعند الأغا من المدينة عناصر التنظيم، وإذا قدرت تفوت بيناتهم ما رح أقصر. أمي أنت شو عم تحكي؟ معقول تنضمي للتنظيم؟ لكان بدك يعني أترك أختك بين إيديهم؟ مفكرة بهالسهولة تهربي شخص منهم؟ إيه والله بيقتلوكي فورا. حتى لو بدهم يقتلوني مستحيل اترك لهم اياها، لك انا بموت اذا بعدتوا عني.